ارحب بحضراتكم مره تانية وبفكركم ان احنا ارقامنا متوفره علشان نتكلم معاكم النهارده ونسمع منكم اهم مطالبكم، بتفكروا في ايه، عايزين ايه. ايضا الخط الساخن موجود طوال الاسبوع، بنتلقى هذه المكالمات، بنعرضها على المسؤول وبنتواصل معاكم يا اما مره اخرى في الحلقه يا اما مع في اثناء اليوم علشان نقدر نوصل لحل سريع. من بعض المشاكل اللي كنا استعرضناها وحابب ان انا اتكلم معاها النهارده بسرعه، ان كان في شكوى من المواطن ايمن بدر امين من مركز ناصر ببني سويف بيتضرر من نقص مياه الري، وفعلا تم التواصل مع وزارة الموارد المياه والري وتم اخبارنا انه حصلت بحث وحصل معاينة على الطبيعة بمعرفة الإدارة العامة لري بني سويف، افادت انه تم حسم الشكوى وتوصيل المياه لنهايات ترعة الصحارى وفروحة والتي تغذي قرية الشناوية مركز ناصر، وكذلك اجراء اعمال الصيانة والتطهيرات للترعة وفروعها. ده حل مبدئي. أما بخصوص مغذي الشناوية من النيل على ترعة الصحارى والذي يغذي النهايات، فقد تم التوجيه من السيد المهندس رئيس مصلحة الري وبالتنسيق مع إدارة الميكانيكا والكهرباء بإجراء الإصلاحات في الوقت الحالي، ولحين الانتهاء منها سيتم توصيل المياه للنهايات عن طريق دفع المياه من الفم وإجراء المناوبات على الترع والفروع. ده حل جزئي، بيليه أيضا حل أساسي للمشكلة عشان تنتهي. ايضا كان معايا شكوى من المواطن وائل الناف من بسيون كفر الزيات محافظة الغربية، بيتضرر من القاء محطة تابعة لمصر للبترول المخالفات بترعة الباجورية. احنا تواصلنا مع وزارة الري وعرفنا ان المعاينة على الطبيعة بمعرفة الادارة العامة للري الغربية تبان ان موقع المحطة محل الشكوى على ترعة الباجور هي بر ايسر، وانها يوجد بالمحطة بيارات وخزانات لتجميع المخلفات والغسيل والتشحيم، ولا يوجد اي صرف من المحطة على ترعة الباجورية. قبل ما اكمل معايا الحاج محمد من اسوان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا حاج محمد. الله يخليك يا استاذ سامع، انا كلمت حضرتك من بدري، يطلع لي سند رفيقي واكثر. كان بخصوص ايه يا حاج محمد؟ بخصوص في تعديات على الارض الزراعيه استاذ، واحنا بصراحه لله يعني كاننا مش من مصر، يعني لو من سرائيل هنتعامل احسن من كده. ده بالعكس، ده احنا بنفتخر باسوان وباهالينا في اسوان، ده يعني احنا نتمنى ان احنا نشوفكم في احسن حال. والله البلطجيه بيزرعوا واحنا قاعدين نروح، يقولنا نروح مديريه اسوان. ايوه، مكان الارض دي فين يا حاج محمد؟ يا ريت تفكرني. يعني بصراحه الواحد قرب يطلع من دينه والله العظيم. لا 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 لا، ده مش مسموح يا حاج محمد، واحنا ما تعودناش ان احنا نسمع الكلام ده. يا ريت تقول لي الارض دي مكانها فين يا حاج محمد؟ الارض دي في ادفو في وادي السعاده يا استاذ، ما فيش اي مسؤول ولا اي واحد، ربنا اداله وظيفه ولبس بدلي وعارف يتكلم ولا عارف يجيب لنا حل ابدا. ادفو وادي السعاده، شكل التعدي ده ايه؟ ده عصابات وضع ايديها على الاراضي؟ عصابات وضع ايديها يا استاذ، هم شويه عيال صيع وعليهم احكام وقاعدين على الارض. المهم مش عارف ليهم حد واسطه ولا ايه، نروح واخدين احكام، احنا معانا اوراق. دي مكانها فين في ادفو بالظبط يا حاج محمد؟ نعم، مكانها فين الارض بالظبط في ادفو؟ الارض في ادفو في حته اسمها وادي السعايده. في وادي السعايده معروفه كده هذا المسمى عشان لما يتم التواصل. اسمه مشروع مبارك القومي منتفعين وخريجين. ايوه حاضر. مشروع وادي السعايده، معاك الباشمهندس حمد الكاشف، يعني تكلموا، ده راجل مدير المشروع ده من ادفو وهم من ادفو. المهندس حمدي الكاشف، اديني المهندس حمدي الكاشف. انا رقمه ادهولك يعني. لا يعني هو مش موجود مع حضرتك دلوقتي. طب ارجع يا حاج محمد للكنترول ناخد رقم المهندس حمدي الكاشف، ده مدير المشروع علشان برضه نتواصل معاه. شكرا يا حاج محمد.